العنف والاضطهاد والإرهاب، تتواصل استعدادات العوائل في خانقين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فيما اشتكى العديد من رواد السوق ارتفاع أسعار البضائع في ظل انقطاع رواتب موظفي الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية. كما أعلنت اللجنة الأمنية في خانقين عن إعداد خطة أمنية محكمة لتأمين الأماكن السياحية والترفيهية، هذا فضلا عن مداخل ومخارج خانقين خلال أيام العيد. تتواصل في مدينة خانقين الاستعدادات الرسمية والشعبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتهيئة كل ما يلزم أفراد الأسرة الخانقينية من المتطلبات الأساسية، إلا أن أغلب رواد أسواق المواد الغذائية والملابس يشكون من ارتفاع الأسعار في ظل انقطاع رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية. مثل ما نشوف يعني احنا نهيئ المستلزمات العيد، نستغرب من أغلب المحلات اللي ترفع أسعار المنتجات اللي عندها، والعوائل يعني امكانياتهم محدوده اغلب العوائل، ف يعني طالبهم شوي هلا هلا بالمواطنين يعني، وتشوف النازحين اللي يجون مناطق اقليم كردستان. شوف الايام خاصه استعداد لايام العيد، نشوف الظاهره كل سنه يتكرر، كل خاصه بهالمناسبات يتكرر ارتفاع الاسعار مو طبيعي يعني. بغير الايام بدنا نشوف الاسعار مو ذاك الاسعار اللي هسه نشوفها. اتمنى من اصحاب محلات يشوف نظرتهم يعني، خاصه احنا الموظفين حكومه اقليم كردستان، ما عندنا نعاني ما مستلمين الرواتب اكثر يعني، خاصه طبقه خانقين طبقه شريحه اكثرهم معلمين موظفين. بمناسبه قرب عيد الاضحى المبارك اكو كل سنه اكو شو اسمه تزايد شويه بالاسعار، والناس تتسوق عادي، وتدري الرواتب قليله شويه، عندنا مشاكل بالرواتب بس عادي الناس كلها تتعايد تتسوق. نشاهد ونلاحظ يعني بالاسواق دائما قبل العيد وكل مناسبه قبل رمضان قبل العيد هناك ارتفاع في الاسعار، يعني اكو احس هناك استغلال، والناس ما عندها رواتب صار لها 3 شهور ما مستلمه راتب، ولذلك يعني نطالب الجهات المعنيه مراقبه هذه الحركه، والضمير احسن، الضمير هم يستخدمون ضميرهم بدون مراقبه الحكومه. فيما اعلنت اللجنه الامنيه في قضاء خانقين من اعداد خطه امنيه محكمه استعدادا لاستقبال ايام عيد الاضحى المبارك، فقد تم استنفار اكثر من 700 عنصرا امنيا من مختلف الاجهزه الامنيه لتامين الاماكن السياحيه والترفيهيه عند مداخل ومخارج القضاء والطرق النسيميه الاخرى، مع تكثيف تواجدها عند المتنزهات العائليه ونشر الدوريات الثابته والمتحركه بالقرب منها استعدادا لاي طارئ. تم عقد اجتماع لجنه امنيه في مبنى قائم مقام القضاء خانقين باداره السيد قائم مقام القضاء رئيس اللجنة الأمنية بخصوص وضع خطة أمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتم مناقشة الخطة من قبل الأجهزة الأمنية المشاركة في الاجتماع، وتم وضع الخطة بحماية الأمن والاستقرار داخل قضاء خانقين أثناء أيام العيد الأضحى المبارك، والخطة تقريبا تم التأكيد عليها، تعزيز السيطرات الخارجية والتفتيش ومنع مرور سيارات الحمل داخل القضاء أثناء فترة العيد، وأيضا تأكيد على الدراجات النارية، وأيضا التأكيد على حماية المواطنين في المناطق المتنزهات والباركات أثناء أيام العيد الأضحى المبارك. مناسبة عيد الأضحى المبارك أعدنا خطة أمنية محكمة في أرجاء خانقين وضواحيها، وذلك لاستقبال الوفود، وهذه الخطة يتضمن السيطرة التامة على المدينة وحماية الخانقين، وأعد انتشار أكثر من 700 عنصر من رجال الشرطة ومع كافة الجهات الأمنية الموجودة في خانقين. أهالي مدينة خانقين ينتظرون عيد الأضحى المبارك ليكون يوما جديدا من أيام التآخي والتعايش الأزلي بين مكوناتها. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. إذن بتذكير بأبرز العناوين نختم.